لكن الكتاب المقدس بيتكلم بكل وضوح بكل صراحة إنه واحدة من أهداف المسيح جاء ليحررنا، جاء ليصالحنا، وجاء ليربطنا في علاقة وشركة مع الله الآب. حاول الإنسان عن طريق التدين، حاول الإنسان عن طريق الأعمال، حاول الإنسان عن طريق البر، حاول الإنسان يستخدم كل الوسائل وكل الطرق بطرقه الخاصة، بره بذبائحه بكل إمكانياته. فشل الإنسان فشلا ذريعا. وبالواقع يقول الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يعني الكتاب المقدس بيحكم علينا، لكن الكتاب المقدس الشريعة كمان مش بس بتظهر عجز الإنسان، لكن بتظهر علاج الإنسان من الخطيئة. عم بتوجهنا ليسوع المسيح الكامل. فيسوع المسيح اللي هو تمم الشريعة بالكامل، ويسوع المسيح هو اللي جاء حتى فعلا نتكمل ونتبرر فيه ومن خلاله أيضا. فجاء المسيح ليحررنا من كل أنواع العبودية.